بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول حاجة كنشكر السي عبد اللطيف على الاستضافة أولا، واللي راه واكب الحدث واللي كيدور في مدينة بركان ويعرف القطاعات، يعرف المشاكل ديال الوباء فين وصل، بزاف ديال الأمور اللي راه يطرق لها. مشكور بالمجهودات اللي راه يبذل، وسيرتو القطاع ديال النقل اللي ما سمحش فيه فعلا وراه يواكبوا. وكل يوم كما وعدناكم ووعدنا السكينة ديال بركان، كذلك وعدنا المغاربة كاملين المهنيين، الناس اللي كتبع حال القطاع، اللي يمكن كيقولوا كاين بزاف اللي كيتبع حال القطاع وكاين اللي يقول ما عندوش أهمية إلى آخره. بغينا نشرحوا الوضع اللي كيمر به هذا القطاع، بالخصوص قطاع سيارة الأجرة من الصنف الأول اللي هي اللي جات عليه الدولية بوحده، اللي توقف كاع بصفة نهائية على العمل كما كنا شرنا لها في عدة تصاريح سابقة. كما راكم تشوفوا احنا مازال لحد الآن متوقفين على العمل للمدة ديال العمل تقريبا غادي وصلت ل 20 يوما تقريبا. وكما راكم تشوفوا الحركة في مدينة بركان مشلولة بصفة نهائية. أنا ما نكذبش عليكم، كنعاود نوجه واحد التحية للساكنة ديال بركان على الحجر الصحي اللي دارته، واللي جلست في الدار ديالها بناء باش تزاوجها المحنة ديالها الوباء. ونتمنى الله سبحانه وتعالى يبعدوا على الأمة ديالنا كافة الإسلامية، لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. هذه رسالة كنوجهها. الرسالة الثانية اللي بغيت نوجهها للسيد وزير المالية، على أساس أنه يكون واحد التدخل ديالو المهني ديال قطاع النقل، باش يشوفوا هاللجنة ديال القضاء باش دير واحد الدعم مالي خاص للقطاع. إن هالقطاع راه ما داخلش الهشاشة اللي دخلت فيها لجنة القضاء واللي دارتها بخصوص الرميد وبخصوص الناس اللي ما عندهاش رميد. ميها القطاع عنده خصوصيات أخرى، عنده بطاقة مهنية وكيشتغل فيها اللي دارتها الدولة ودرنا عليها تكوين إلى آخره. يعني هنا من المنبر كنطالب لجنة القضاء أنها تخص واحد دعم مالي لهذه الفئة هذه. يعني ما يمكنش إن القطاع بشحال بواحد اللي يقول يمكن قطاع غير مهيكل وما عطينوش الأهمية، ولكن بالفعل أن القطاع عنده أهمية. دابا لو كان ما كانش هذا القطاع ما غاديش يجي التلميذ يقرا، وكان ما كانش هذا القطاع ما غاديش يتوظف ذاك الموظف. يعني كان يركب في هذا القطاع، كان يتنقل في هذه السيارة، والسبب اللي جعلوا باش وصل لذاك المنصب وهي سيارة الأجرة من الصنف الأول، وهي اللي كانت هي الأولى اللي خرجت في عالمي وفي المغرب. يعني خصو يعرفها الجميع. وحتى دابا حاليا كما راكم تشوفوا دابا، الا خصك تشوف خوك واخا يكون غير قريب لك في قريه، فاش غادي تنقل عنده؟ يلا مجبر باش تمشي تشوفه ولا تشوف الوالد ديالك الى اخره، ولكن ما عندكش فاش تمشي. انا فكر ودير علامه استفهام بانما هذا النقل كيلعب واحد الدور كبير في المجتمع المغربي، باش بنادم يعرفه، باش يعرف الحقيقه. ما يمكنش بنادم يقول لك لا هذوك الطاكسيات كذا وهذوك الطاكسيات ودي عليهم نظره. بالعكس، ان هذا السائق المهني كيقدم واحد الخدمه اللي في الصالح العام ديال المواطن، لا للاداره ولا للناس اللي راه عارفه. وحتى الا كان قدر عليه الله الانسان حتى الا مرض في الليل وكذا وما جرش اللي يديه، غادي يلتجه لهذا النقل اللي هو الطاكسي. ما عندناش العين، ما كانش بديل. اذا هنا هذه رساله للمواطنين والمغاربه كافه، باش يعرفوا بان ما حنا المهنيين رحنا نأديو واحد الواجب اللي هو كبير. وكنتمنى بهالفيديو تبارطاجا باش يعرفوه كلشي، لا مسؤولين ولا المغاربه، ان حنا كنقدموا واحد الخدمه اللي ما يقدمها حتى شي واحد، فعلا ما يقدمها حتى شي واحد. ان كننقلوا المواطن نجيبوه من المدينه ونجيبوه بالقريه، ويمشي يخدم في البنكة، ويمشي يخدم في الصندوق الضمان الاجتماعي، ويمشي يخدم في الاداره الى اخره. والان راه كاين بعض الادارات اللي ما راهمش خدامين، ما جبروش فاش يتنقلوا. هذا لحد الساعه مازال ما كانش التفاته لهذا القطاع اللي هو حساس من الدرجه الاولى. هذا هو اللي ما بغاش يتفهم لي. انا ما فهمتش انا واش حنا جالسين 20 يوم. كاين المستغل المهني اللي عنده مصاريف كثيره، لا بالنسبه للاسيونس. درنا عده رسائل. الرساله الاولى اللي مشات للمصالح المعنيه للسيد عامل اقليم بركان، ودرنا عاوتاني رساله بخصوص ديال لاسيرونس، درناها للسيد العامل، السيد وزير الماليه تحت اشراف السيد العامل. ودرنا رساله هذه اللي غادي ناكد عليها، درنا رساله للسيد رئيس المجلس الاقليمي بخصوص واحد الدعم مالي اللي كان يخصو للسيارات ديال 5000 درهم. بغينا هذا الدعم يرجع الان لهذه الفئه اللي متضرره، ان الطوموبيلات ما بقاوش على الاقل يولي لهذه الفئه باش يمكن لها تغطي المصاريف ديالها اليوميه والمحتاجه بها.
كاين شي رد ولا؟ هذا انا بعدا بهالمنبر كنشكر السيد رئيس المجلس الاقليمي على المبادره اللي خاذها والاعضاء اللي تمت الموافقه عليهم، وكان يعني كاين واحد الاستجابه كبيره باش واحد الانخراط كبير في العمليه بالنسبه لها المهنيه، والرساله فعلا وصلت وداروا رساله وجوها للسيد العامل ومهن البلمر. انا كنقول للسيد عامل اقليم بركان انه يتم الموافقه باش يدعموها الهشه اللي راها على حس الماسه بهذا الدعم المالي هذا. ان هذا القطاع كان مخصص للقوت اليومي ودابا عزز بصفه نهائيه وتوقف وتابعوا مصاريف لا للمهني ولا للمستغل كذلك. اما النقطه التاليه اللي الاسئله اللي توجهت لي بزاف بخصوص المستغلين اللي كي في القطاع بخصوص مول المأدونيه شنو نديروا معاه، واش يمكننا نخلصوه، واش يمكننا. الموضوع هضرنا فيه عده مرات وكنعاود ناكد لذاك مول الرخصه، كاين اللي محتاج ما عندوش الله يحسن عونه، كاين اللي معوق وكاين اللي ذو الاحتياجات الخاصه حنا حاسين به. ولكن يا اخي كنقولوا لك يا اخي ما كرهناش، حنا دابا ندوروا غير باش فالاستثناء باش نفوتوا الايام ونعيشوا وليداتنا الى حين يدبر الله وكاع ربي يدير لها طول ديال الخير. خصك تصبر مع هذا المستغل وما تعيطلوش وما تبرزطوش، راه ما عندوش باش يخلصك، راه واقف. هذه حاله استثناء خصك تعرفها. حنا دابا الان راه عندنا تقريبا على الصعيد الوطني 75000 سياره اجره، فيها الصغيره والكبيره. كاينه، انا نهضر على الكبيره، كاينه 50000. 50000 ضربها في اربعه ديال العائلات شحال غادي تعطيك؟ راه ماشي سهله. اذا حنا كنطالبوا بلي جات لي قاضه انها دير المستحيل على قبل ديك البطاقه المهنيه اللي دارها لنا تجهيز والنقل، وزاره تجهيز والنقل كتستعرض بك انك مهني وتعتمد عليها بزاف ديال الامور وبها اللي باغيه تهيكلها للقطاع هذا. هذه هي الرساله اللي بغيت نوجه، نولي كذلك للمسائل المحليه وهي اللي نقطه مهمه اللي كنا تكلمنا فيها وتناقشنا بها بزاف، وهي الناس اللي تنقل عبر الاقليم. مثلا يمشي للمداغ، يمشي للعتامنه، يمشي للحفير، يمشي للرقاده، يمشي لاكريم، يمشي لشرع. هذه نقطه مهمه واللي خصنا نتكلموا بها. كاين بزاف ديال الاخوان اللي يتصلوا بنا كيقول لك اودي حنا ما جبرناش باش نمشيو، يعني خصنا باش نمشيو غير نجيو نخدموا في لاسيروناس ولا في لاجونس ولا نخدم سيكليس الى اخره. كان الدراري اللي يخدموا ولكن ما جبروش فاش يجيو وطرقوا باش يبلعوا كاع ما يخدموش. هذه من جهه، يعني حنا كنا بغينا نديروا خمسه خمسه ديال الطاكسيات غير الضروره القصوى، يعني في كل محطه نديروا فيها خمسه ديال الطاكسيات. هذا نداء نوجهه للسلطات المختصه باش كنا تناقشنا عليها ولكن لحد الان ما كانش حتى شي جواب في النقطه هذه. والمشكل اللي كاين حنا ماشي مشكل، راه حنا متوقفين على العمال والمواطن مسكين حتى هو راه يدبر فاش يتنقل، يعاني ما جبرش فاش يتنقل. هذه من جهه، ولكن كاين واحد النقل اخر اللي عوضها الطاكسي وهي النقل السري. انا كنوجه نداء للامن الوطني والدرك الملكي انه يحثوا على هذا النقل السري، ان النقل السري مجهول وما عندوش شي مصدر منين جا وصعيب الحال وسيرتو في هذا الوباء وفي هذه الظرفيه الراهنه، انهم خصهم يحثوا. ما يمكنش غادي يعطيه ورقه وغادي يدوزو وغادي يمشي، ولا بد خص شي حاجه اللي يمكن لها تثبت بانما هذا فعلا عنده خوه ولا باه ولا اللي يمكن ينقلو من ديك القريه. اما الا بغينا ندخلوا في العمليه اننا نديروا الدارو يعني دارو القصوى للسيارات ديال الطاكسيات، نورمالمون يكون اتفاق عليها وماشي مشكل نديرو خمسه ديال الطاكسيات ونخليهم نديرو التليفونات ديالهم وكيتبادلوا دوك الخمسه يخدموا اليوم نريضوهم يومين عاوتاني الى حين ربي يفرجها ويبعد عنا الوباء وتولي الحركه وتولي السير العادي اللي كان. هذا هو اللي بغيت نقول، وكنشكر السي عبد اللطيف على الاستضافه، وكان نوجه تحياتي لجميع المهنيين اللي كيتبعوني. كنقول لهم اودي هالفيديو بارطاجيوه باش الناس يعرفوه، لا المهني ولا الراي العام، باش يعرفوا المعاناه اللي يمكننا رحنا نعانيوها في هذه اللحظه هذه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.